بالنسبة للمطار وهران أحمد بن بلا انطلاق أول رحلة اليوم 4 جوان مع الخطوط الجوية الجزائرية على متن هذه الرحلة 298 حاج عدد الإجمالي للرحلات 26 رحلة هنالك 15 رحلة مع الخطوط الجوية السعودية و11 رحلة مع الخطوط الجوية الجزائرية عدد إجمالي لحجاجنا الميامين اكثر من 8000 حاج قامت مؤسسه المصالح مطار وهران بتهيئة جميع المرافق لحجاجنا الميامين عدد الرحلات لهذه السنه 26 رحله مقسمه كالاتي تسع رحلات تابعه للديوان الوطني للحج والعمره سبع رحلات تابعه للوكالات السياحيه و10 وكالات مشتركه بين الديوان الوطني للحج والعمره و الوكالات المنظمة لهذه السنة. عدد الحجاج في 1722 حاج من بينهم 68 مرافق ومرشد للرحلات. فرحانة الله يحفظ وليداتنا روحوا بخير وانتوا بخير. انتظرنا منذ سنوات قرب يفتح لنا والامور على احسن ما يرام.